يعني انت 16 سنه؟ 17. غربه شوي صعبه. والله صعبه الغربه، مو شوي، كتير. ليش لك بين الشام، بين ريف دمشق، بين حما؟ حمص. دولة حمص العظمى. كان معنا 4 أدوية صاروا 8، و8 أدوية صعب الواحد بقى صغار بده يشتغل. على طول بالجيب، ما إيه والله بالجيب الأدوية. محيي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم. مساء الخير، كيفك؟ يا هلا، اهلا وسهلا، كيف صحتك؟ كيف احوالكم؟ تفضلوا. والله برد برا، برد اليوم ساعة. اي والله، اي والله كثير برد. انت كيف صحتك؟ الحمد لله. ابو عمار خبره، اهلا وسهلا. يعني جلود، رتي جيود، صيانه الجلد الطبيعي، جواكيت الجلد الطبيعي، والالبسه كلها كامله. الله يعطيك العافيه. يلا فوتوا من البرد. تفضل استريح هون، بتقعد انت. يلا يلا، خلي خلي خليك قاعد هون، خليك قاعد. كيف صحتك؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. اقعد ارتاح، ارتاح. والله هون كنكنه، ما افضل من برا، افضل من برا. خليتني وقف. طب خليك اقعد. نورك كافي ابو عمار. نوركم، اهلا وسهلا. استاذ محمد شو قال لي؟ محمد الشقار قال لي روح اطمن عليه. الله يخليك، شكرا. شلون امورك الصحيه؟ بس هو يتوصى فينا شوي. يتوصل لازم الصوت، لانه بالليل بيعطي صدى، والجيران هون عندهم يعني ما بينزعج صعب هون. ايه صعب، بيعزف اورج ما بيطلع الصوت، هو بينسى، بينسى انه حاله انه صار الساعه 12 مثلا. استاذ محمد يعني هي يعني اشاره ملاحظه. ايه نعم، بس يرسم لوحه ما يعود يطلع صوت، بيكون انه ايه يعني هو الجيران، هو وياه كل واحد بغرفه ببيت واحد. ايه نعم. 2 عزابيه. طيب هي شغله، هو مظبط اموره بوحده ثانيه، يعني انه معك ماشي شغال. شو هي يعني ملتزم فيها؟ ملتزم فيها يعني انه في شغلات يعني بذكرك انا؟ لا انا بذكره كمان، بذكره مشان حتى ما ينسى، ما ينسى. إيه انت ما بتخليه يدخن؟ ايه بل انه هون صحته، انا معي السكري، السكري هذا بده حماية. إيه؟ بدهم يعني حماية من كل شيء، من كل شيء بيأذي الجسم. والبيت صغير، والبيت صغير، تطلع ريحة البيت الدخان. إيه؟ مع يعني اذا شميت ريحه الدخان انت بصير سعله، بدنا نصير دواء للسعله ونروح لعند دكتور السعله، دكتور الاعصاب. هون باخذ بقى كان معنا 4 أدوية صاروا 8، و8 أدوية صعب الواحد بقى صغار بده يشتغل. على طول بالجيب، ما اي والله بالجيب الادويه. صرت حافظهم انت. يا بالنسبه للمهنه، نحكي على المهنه. يا ريت والله. هلا كان يقولوا ابو عمار انه اللي جايب ستره تركيه يعني جلد، يعني يا لطيف. شو ايه؟ لا قصدي يعني انه ستره من تركيا، يعني هن مشهورين بهالقصه كثير. والله في شهره وفي لهم اسم بالنسبه لجلود دباغه ومعالجتها وطراوتها ونعومتها وخفتها. كانت تجي رخيصة، ورخيصة على سوريا، ورخيصة تقريبا. هلأ كيف؟ هلأ والله يعني منيحة جيدة. يعني أنا إذا واحد يشتري سترة جلد تنصحه لوين بيروح؟ إنه والله بيأخذ فرنسية. أهلا وسهلا. بيأخذ فرنسية ولا بيأخذ تركية؟ ممتازة تركية، ممتازة. يعني قديش حق التركية؟ تركية من 300 وطالع الجلد الطبيعي. طبيعي؟ طبيعي طبيعي، صناعي بال200 ليرة. الطبيعي من 300 وطالع. هون انت عم تعمل صيانة، ما صيانة للجلود، تصليح، تصليح الجلد الطبيعي اللي مكلف بالجلد، كل شيء، ألبسة نسواني رجالي ولادي
بالنسبة لهي الجلود هدول كمان شو في عطل الأبة البطانة السحاب السوارة الكمر أي جلد كاحت صعب رجع جديد يعني إن كان كاحتة مغسولة منعالجة فيها رطوبة برص رطوبة برص نخالية مبرقشة فيها بكتيريا فيها دهون نسحب الدهون قطع الجلد كتير بده بالبيت الواحد يدير باله عليها ما قالوا من كان يعني تغذية كيف مقوي عام مثل الجلد البني آدم جلد الحيوان بده تغذية مقوي عام ولا بيهتري بيهتري بيمزع بيفسخ بالشام كنت بنفس المهنة نعم وهي الكرت هذا الكرت بتذكر في بالجسر الأبيض في محل هذا الكرت في محلين بالجسر الأبيض ولا محل واحد بالجسر الأبيض في محلات في وين كنتوا فاتحين؟ أنا كنت بالمخيم اليرموك وبالبرامكة محل الملكان قبل المخيم وقبل برامكة بالأبرماني بأبرماني نعم قدام مكتب التاكسي جانب مكتب التاكسي جسر الأبيض نعم بالجسر الأبيض أيوة جانب مكتب التاكسي أيام أبو عدنان الطربي اللهم صل ربيشي كعيكاتي ابطال بكعيكاتي اي نعم وهني كعيكاتي انوات ما والله يمكن لا بجسر ابيض شركسيه لا افهمي فهدي كعيكاتي ايوه هو الانوات اخوان نعم اخوان افهمي الكعيكاتي يعني الواحد بيتذكر هيك اللي حواليه وبيضل الواحد يعني انه ما ضليت مده هنيك كان نحن كل زبايننا المستوى السفراء وضباط الطيران ضباط القصر الوزراء كلهم يعني خياطين قريب من اللي معهم عمله ايوه هون عندك يعني المحل على قده كوي هون يعني تصليح على هالطاوله ودباغة الجلد مثل هي حلو والله هون بتدفع ابو عمار بدون ما تلبس رجل ما بدها اي نعم اي والله اي الحمد لله كانت الالبسه النسواني الولادي كل شيء في زبون تركي عندك بيجي ولا سوري نص الزباين اتراك والله اي نعم اي والله ويعني بدنا محل افضل اكبر شوي فاتح اكبر شوي نواحي الفاتح يعني هنيك في شغل ايه يعني هون ما بيجي غير اللي قاصدك يعني فقره منطقه فقيره شعبيه يعني شعبيه منطقه فقيره الحمد لله الحمد لله انت يعني استاجرت المحل اشتريت ماكينه رتبت امورك اي والله ظبطنا وضعنا على هالاساس انه نعمل ورشه اكبر بعد منا شعبيته قويه هون ابو والله الحمد لله منيح كله عم يتفرجوا وكله بيسلموا والله الحمد لله بيجوا لعندي من اماكن بعيده الا حتى ياخذوا طلبهم بياخذوا طلبهم على المزبوط يلا ان شاء الله هيك دائما صحتك تكون على ما بدنا نروح بدنا نشتغل بالاردن كمان اشتغلت فتحت محل بالاردن وفي شغل كتير افضل من هون بس الشعب فقير كمان بس كمان يعني في شغل كتير بدك شارع مثل ابرمان يعني بالاردن بتزبط امورك مو شرط والله مو شرط المهم الانسان يشتغل مزبوط ويتقن عمله والله بيعطيه وين ما راح فعلا اي والله وين ما يعطيك العافيه وشكرا لك وشغله تعبان ما ممكن يحصل على زبون إذا كان محله بالشعلان أو برماني بأحسن مناطق أو بالفاتح بالإسطنبول مزبوط. المهم العمل الإنسان إتقان العمل هو اللي بيجلب الزبون ونفس الوقت يعني الواحد يراعي يعني إنه أيوة بالضبط إنه يأخذ تعبه مزبوط مراعاة ما يطمع منيح هذول الشغلتين يعني ضروري وين ما راح في بيصير عنده زباين يعني الحمد لله أنا أبو عمار على رأسي والله الشاي هنيك جاهز يلا يا أخي الكبارية يعني بجوز متعودين ما على أنه على المسؤولية وعلى نتيجة تجربتهم يعني بالحياة
بس الشباب هيك عقلهم احيانا بيحسبوها كتير. والله احيانا لا البركة الشباب ما شاء الله تبارك الله فيه هيك وفيه هيك في يعني طبعا يعني ما في الواحد الناس ما شاء الله فكرون وين مهما عملنا مر علينا من تجارب بضل يعني هلا هالشيء اللي عم يطلع بهالدنيا هالتطورات وهالامور هي يعني بتلاقي فكرون صار يستوعب اكثر مننا نهني بيستوعب اكثر ولا بيستوعب اسرع 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 ايه وحتى يمكن اكثر لانه اللي بتعرف الذاكره عندنا صارت شوي يعني ما عاد تتحمل ملفات زياده او متعوده انه ما كثير يعني ما بالضروره انه تكون نشطه كثير مشان شو بيقول لك يعني ليش على مهلك اسمع وتفكر هلا هون بيرجع لكل شاب هو طموحه يعني في ناس شباب بتلاقي ما شاء الله طموحها عالي جدا بده يعرف كل شيء بده يفهم كل شيء بده يعني وفي شباب يقول لك ما له مصلحه بجوز لانه ظروفه حق بيده يعني مل قد ما حاول وقد ما هلا يعني البركه ما شاء الله ما فينا نلومهم لانه بتصور اللي صار علينا يعني شيء صعب مو شيء. انت قدرت تسيطر على القصه بين اولادك وهي بين المفاهيم هذا بين الجيلين و قبل كان في يعني شوي ربط ما بين ما يعني ضبطي. قبل كان تعرف انت بتعرف ما شاء الله انه كان شوي يعني يلحق افكار ابوه حتى بعادات بجوز احيانا تكون او مو احيانا باكثر الاوقات تكون عادات فيها غلط بس خلص متعلق متشبس باراء ابوه حتى لو على الغلط يعني بينما هلا لا صار بيقعد بيناقشك بيقول لك بياخذ وبيعطي ومعك بيقول لك انه لا هيك بيقرر ايه بيقرر هي المشكله انه مو يعني كثير منيح انه واحد شخصيته الشاب تكون بهالطريقه هي وخاصه بهالغربه وبهالظرف هذا بس الاب شو بيضل بيخاف على ابنه انه مركزا ما زبطت معه ما عملت ما كذا يعني يضل هيك اخذ وعطى يعني الامان يعني اكيد بده يضل يخاف وراح وهو يعني اندفاعه احيانا يعني الا يعني سرعه الاندفاع وكثره الاندفاع بدها من دون دراسه الاب بيضل عم يدرس عم يفكر انه انا لا بده يصير هيك بده يصير هيك الشاب ما راسا مباشره انه لا خلاص هيك هيك تمام الامور مشيت بس هالشيء هذا احيانا عم يودي لكارثه مثل ما بيقولوا اخطاء عم نقع فيها وشايفين كيف عم يقع الشباب فيها هو للأسف ليش لك بين الشام بين ريف دمشق بين حما حمص دولة حمص العظمى بس خليج تركيا حلب شام كذا ما عاد الواحد يضل مركز أما وقت اللي بيكون قاعد واحد حمصي رأسه مثله يعني بيبين أكيد لا وبعسل بنقلب لسان هلأ باللهجة بيبين معك أنه حمصي ولا بطريقة التفكير لا من اللهجي من اللهجي ايه عملت مشروعك هون لك هذا الشيء إيه؟ هون الله يعطيك العافيه الله يعافيك انه يعني اضطريت هيك ولا اكيد والله انا كنت مقيم بالسعوديه والاهل بحمص بالاحداث شفت شتتت العالم وهيك اجوا لهون يعني لبعد 4 سنين لا قدرت اجتمع فيهم هون قررنا انه لازم نعمل شيء هون يعني شيء بده يعيش لا تستمر الحياه لا نشوف ما بنعرف شو بده يصير بيجون عندك هون شباب وعوائل والكل من جميع مثل ما بقولوا جميع الجنسيات السوريه بتسمع مشاكلهم اكيد وقضاياهم يعني بتحب تعرف اكثر ولا بتزعل عليهم اكثر والله العظيم ليك هلا في شغلات بتحز بنفسك انه هلا نحن عايشين بمرحله انا ما بدي احكي عن حالي مثل اموري مثلا خلص يعني مشيت حياتي بس هلا انا مثلا عم احكي على ابني لنفترض وعنده طفلين هلا تسجل في هالمدارس التركيه ونشئ ما بيعرف حرف عربي هذا يعني عايش هلا حياته انه
يا هل ترى في استمرارية هون؟ بدنا نرد نرجع على بلادنا، ما بدنا نرد نرجع، كيف بدك ترجع تنشئ هل 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 هالطفل اللي نشأ على هالشيء هون ترجع تعمل بدك تغير له حياته هني كذا؟ يعني هي القصة إذا كرجت له 4 سنين على الولد بالمدرسة 3 سنين ما بقى فيك، يعني ما صار القصة. هي عم أقول لك هي أمور يعني مو بس عن يعني الدراسة شيء أساسي. كمان في عادات، في أمور تانية، في كذا، يعني بجوز عندنا هنا في شوية تحفظات على أمور الحياة، على التصرفات، على العادات، على التقاليد، على اللباس، على كذا. ولد الواحد غير يعني هون اختلفت الأمور، بدك ترجع تغير كأنه يعني بالشباب اللي نشأ هون. يعني في شباب هون هلأ راح يصير لهم 6 سنوات، يعني هذا اللي إجا عمره 10 سنين هلأ 16 سنة، يعني هذا شاب صار نشأ على هاي. بدها تعمل شوي إنه كيف بده يرجع لبلده، كيف بدها ترجع تختلط عليه الأمور. يعني صار في كتير كتير تفاوت كوابيس. إيه والله بالجيلين. هلا نحنا بنقول إنه بس نكبر، كنا نقول يعني بس نكبر، يعني إمتى نكبر ونقدر هيك نضل نتفرج بس، يعني انه تشوف اولادك واولاد اولادك وكذا هي الحاله ما زبطت. هلا انت عم تتفرج ما بس بألم، ما مو فرجه، ايه ما فيها ما عم تزبط. انه بس تتفرج ما عم تزبط، بدك اجباري يعني لا شعوريا ما بتلاقي حالك الا دخلت بدك لا هيك ما بصير وهيك بصير وكذا، مع انه انت مقرر انه ما تتدخل بس ما بتقدر. الله يعطيك العافية، موفق إن شاء الله. خلي حجي يا لمبي شرفنان تشربوا كوكتيل ولا قهوة؟ والله قهوة سادة. وين صفنان؟ والله ولا ما ولا بشي؟ ولا بشي والله مرتاح معناته؟ الحمد لله. إذا بدك تفكر أكتر شي بشو بدك تفكر؟ ليك أحمر وشو شوف لك على الكاميرا بقى تفاحي. كمان أنت حمصي؟ لا والله ادلب. من ادلب على راسي والله قريبه ما يعني انت 16 سنه 17. غربه شوي صعبه. اي والله صعبه الغربه، مو شوي كتير. طيب من ادلب من المدينه ولا من منطقه؟ من ادلب، من معره النعمان. من المعره؟ ايه يعني من محافظة إدلب بس من المعرة. ايوه وضحون. بتعرف شي عن المعرة هلا يعني بالتفاصيل وكذا ولا نسيت؟ لا والله صلي تقريبا 6 سنين هون ما بعرف اي شي عنها. انه تاريخها، خانات تبعها، اسواقها، الخير اللي فيها. جدني والله ما عشت فيها كتير يعني والله ما بعرف. بتيجي سيرة معرة النعمان انت شو اللي بيخطر ببالك؟ يعني يصير عندك فضول تعرف عنها ولا عادي؟ لا والله عادي يعني. يعني المهم الواحد هون يرتب اموره. لا هون هلا ضعتوا انتوا جيلكم بين يدرس بين يشتغل بين يعني ما والله يعني. ما بعرف. شو اسمك؟ عبد الله. يا عبد الله يلا المستقبل قدامك وبتفكر بدك تساوي شيء بتساوي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الفستق الحلبي للمعرة ولا لحلب؟ نعم الفستق الحلبي. كمان هي ما بتعرفها؟ ما بعرفها. مورك مو قريبة مورك عنكم؟ اي قريبة مورك. شو فيها مورك؟ الفستق الحلبي. اهلا وسهلا فيك عبد الله. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ما لقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ما مشاكم. نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ما لقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم.